السلام عليكم الأخوات الإخوة، مساكم الله بالخير، مساء الشهادة والتضحيات. حقيقة أنا أكيد لن أطيل، أولا لأني لا أعتقد بأن شعبنا في البحرين ولا الأخوات والإخوة الموجودين هم بحاجة إلى كلمات فيها تعبئة أو فيها تعظيم، ولا أعتقد بأني يمكن أن أضيف شيء إلى مقام هؤلاء الكوكبة من الشهداء الأبرار، لأن مقامهم عند الله رفيع جدا. ولكن أريد أن اسمحوا لي، أنا اعتدت أن أتحدث بشكل صريح في هذا النوع من المناسبات. على مدى أسبوع واحد كلما دعيت للحديث حول هذا الموضوع، حقيقة يعني يختلج سؤال في ضميري: هل أنا حقا جدير بالحديث عن حدث بمستوى عظمة التضحية والشهداء؟ وبكل صراحة وبدون تردد أقول لكم، أنا يعني أستجيب للدعوات، ولكن لا أجد نفسي يعني في مقام من يمكن أن يضيف لهذا الحدث، لهذا العطاء الكبير، أي شيء. منهم نتعلم، منهم نستفيد، وعلى طريقهم نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى أن نواصل المسير، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة كما رزقهم هذه الشهادة الكبيرة. السؤال الآخر: هل يمكن أن نعتبر هذه التضحيات هي لا شك عند الله في ميزان خير الأعمال الشهادة وفي ميزان كبير، ولكن على بالمعنى السياسي هل هي تضحيات في يعني في تراكم يمكن أن يوصل الأهداف والغايات الكبرى، أم هي للأسف أخشى أن أقول هذه الكلمة يمكن أن تكون تضحيات مهدورة؟ بالمعنى السياسي يمكن أن يكون ذلك، المسؤولية كبيرة جدا، وما لم يتم احتضان هذه التضحية وما لم يتم صيانة هذه الدماء فقد يحدث العكس، قد يحدث خيانة للدماء، والخيانة يمكن أن تكون بأشكال مختلفة. لا أحد سيأتي ويقول أنا أريد أن أخون دماء الشهداء، ولكن الطروحات التي للأسف الشديد بدت بوادرها، بعض بوادرها تشير إلى شيء من هذا القبيل. ما لم يتم مراجعة مسألة مرجعية الثورة، ألقوا في الثورة قديما قيل، يعني لها كلمة منسوبة للمناضل الجزائري العربي المهيدي: ألقوا بالثورة في الشارع يلتقطها الناس، دعوا الناس بفطرتها السوية تقرر الطريق. الكل محترم، ولكن المسؤولية كبيرة جدا أمام الله سبحانه وتعالى، ونحتاج إلى مراجعة لضمائرنا. هل يمكن أن نستمر كما كنا قبل رحيل هؤلاء الشهداء الأبرار، أم نحن في وارد أن نعيد النظر ونقرر ما الذي ينبغي أن نفعله؟ وسبقني الإخوة في الدعوة إلى ضرورة تلاحم فصائل المعارضة، هذا أمر واجب وحتمي، كما أن هذا المهرجان للاحتفاء بهذه الشهادة أمر وارد، أمر واجب، ولكن هذا لا يكفي، المسؤولية كبيرة جدا، وهناك سؤال يقض المضاجع ويفترض أن يقض الضمائر أيضا حول التقصير تجاه مثل هذه التضحيات. الحاجة ملحة جدا وعاجلة جدا لمناقشة مسألة
مرجعية الثورة. مرجعية الثورة بمعنى أن يعني الثورة عمل كبير جدا، يفترض أن يكون لها يعني جهة ما، ربما مجموعة من المعنيين بمصير هذا الشعب، ليقرروا الخيار الأنسب مع تطور الأحداث. يمكن أن يكون هذا أو ذاك، الجميع محترم لا شك، ولكن حصر المسألة في نطاق محدود قد لا يكون هو الخيار الأنسب. أنا أعرف بأن المسألة محرجة، ودائما القضايا الكبيرة والملحة، وربما ليس هنا قد يقول البعض هو المكان المناسب لطرح مثل هذه الأفكار، ولكن ما لم نمتلك الشجاعة الكافية ونستطيع أن نغادر الخطاب الذي يدين هذه التضحيات فلن نتقدم. والخطاب الذي يدين هذه التضحيات لن يكون يعني بشكل سافر وعلني، ولكن قد يكون يقرأ بين هذا وذاك، بين السطور وبين بعض الأطروحات، أن هذا العمل كأنه عمل خارج عن النطاق الشرعي أو شيء من 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 من, من هذا القبيل. مرة أخرى، لا الإقليم ولا العالم يمكن أن يحترم شعب لا يستطيع أن يعني يبدع في حماية حماية نفسه من الاستبداد. يجب ينبغي الاستمرار في مقارعة الاستبداد وتوجيه كل الجهد لمقارعة الاستبداد، ولكن في ذات الوقت لابد من إعادة طرح الأسئلة الكبيرة جدا في خيارات العمل الوطني. وأكتفي بهذه الكلمات، وأرجو ألا أكون قد سببت